اوكي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الجلاج الحلو اللي هي الايه؟ البقلاوه. سهله وسريعه وبتدي طعم حلو قوي، وزي ما قلنا هنستعمل فيها الشربات التقيل عشان تطلع مقرمشه معانا، بس يكون سخن. خلاص؟ ايه المقادير بتاعتي؟ هستعمل باكو جلاج، لو في ناس بتجيب البواكي بتبقى قليله، لو هو حاسه ان هو قليل استعملي باكو نص. خلاص هستعمل سمنه، والحشوه بتاعتي هعمل سوداني مجروش ورشه قرفه، شويه سكر، رش السكر لو عايزه، ولو مش عايزه مش مشكله. وهستعمل زي ما قلنا الشربات التقيل. اهم حاجه، اهم حاجه الصينيه تبقى مدهونه من تحت كويس قوي. وريها لنا يا ياسر لو سمحت. لازم الجلاج والرقاق الصينيه من تحت تبقى مدهونه كويس جدا، يعني اكتر سمنه تتحط في قعر الصينيه وتتحط على الوش السمنه. خلاص؟ الجلاج والرقاق السمنه تحت كويس قوي وعلى الوش كويس جدا. هاجي بقى الجلاج لازم يبقى دايما متغطي، يعني يا تغطيه بستريتش يا تغطيه بفوطه علشان ما ينشفش معاكي. فاحنا انا بس عايزه اطلع الفوطه عشان اشتغل بيه. ادي الفوطه وادي الجلاج. هنا الورق بتاعه تخين كويس والحجم بتاعها برضو كويس، فكده هو هستعمل واحده بس. هاجي اعمل ايه؟ هاخد كل ورقتين مع بعض، مش ورقة ورقة، كل ورقتين مع بعض، وهكون مسيحة السمنة وبالفرشة علشان ما اخدش سمنة كتير. كل ورقتين اهي بحطها كده. وبصوا هوريكم الحرف اللي طالع بره هنام فيه. هي مجرد بالفرشة كده، يعني ما تاخديش راحتك قوي قوي في السمنة عشان ما تطلعش مميتة في الآخر وإيه وتقيلة. اهي كده كده. هاجي للورقتين اللي بعد كده، الأربع أركان دي مش هحط عليهم الأركان اللي بعدها، لأ هعملهم بالعكس عشان ما تبقاش تخينة في حتة أكتر من حتة. بمعنى إيه؟ أهي كده. زي ما قلنا بالفرشة كفاية قوي السمنة بيها. وهنا هعمل كده. لازم تساوي الحرف بتاع الصينية عشان يطلع شكله حلو في الآخر، ما يبقاش منكوش. هعمل اتنين كمان. ادي الأركان، اروح انا جاية بقى هنا اهو كده. اهي احنا دلوقتي اهو بنحط الطبقات بتاعه الجلاج، بدهينها بالسمنه. ده مش زي الجلاج المالح هيتحط له بقى لبن وبيض، لا خالص. هاجي بقى هنا في النص عشان ما يبقاش الاركان دي اتخن من النص، هجيب ورقه ورقه واطبقها اربعه اهي كده، واروح احطها في النص عشان يطلع سمك الصينيه واحد. احنا طبقنا الاركان فهتبقى الحته التخينه اللي بره الصينيه ادخل من جواها، عشان كده انا بروح حاطه الورقه دي في الاخر ومطبقاها اربعه. بعد كده اهو هاجي اجيب السوداني بتاعي واحطه. ممكن تعملي حاجه كمان، انت ممكن تجيبي معلقتين عسل او جلوكوز تخلطي بيهم السوداني وتعجنيه علشان يبقى كتلة واحدة. الناس اللي بتحب الحشوة كتلة واحدة. هحط رشة قرفة بسيطة ورشة سكر بسيطة. طبعا لو انا عاملة عسل مش هحط طبعا ايه رشة السكر دي ابدا. وهرجع اعمل بنفس الطريقة، بنفس الطريقة هكمل بقية ورق الجلاج.
وزي ما قلت انا بعمل كل ورقتين مع بعض وما بحطش سمنه كتير علشان في الاخر يبقى مش تقيل. انا بس عايزه اوريكم اخر واحده انا بعملها ازاي علشان الشكل، لان في الاخر لازم يبقى شكله حلو. هم علمون في لف في حتتين تانيين بس يا ياسر، فما تقلقش. هدخلها الفرن، الفرن اكون محمياه على 180. لو فرني في افران، حتى لو انت مش مشغله الشوايه بس وش الحاجه بتحمر بسرعه، فهتحطي صينيه فوقيه. خدي بالك انا عايزاه يستوي، مش عايزه الجلاش ياخد لون ومن جواه طعمه ني، فالفرن لازم يبقى هادي. هو على 180 فرنك حامي، اعمليه على 170 او 165 علشان يستوي من جوه. اخر واحده هعملها ازاي، هاجي كده اهو واروح تانيها بالمتشقلب كده، اخلي بقى شكلها يبقى حلو علشان في الاخر الصينيه يبقى شكلها حلو. ودايما اضغط على الورق من جوه اهي، بص يا بص اهي كده لجوه، واروح ضغطه الاحرف اهي، اخر واحده اخر حته اهي اهي، ده كله بروح مدخلاه كده. هدهنها قبل ما اقطعها، هجيب بس السكينه بتاعتي، سكينه حاميه، وابتدي اقطعها بالشكل اللي انا عايزاه. زي ما قلنا الاخر اهم حاجه هو وتحت، ففي الاخر هحط شويه سمنه كويسين وهحط على الحرف كده علشان ما تلزقش تطلع معايا زي القالب، فلازم حرف الصينيه اللي هي الحرف اللي بين الصينيه وبين الجلاش لازم احط شويه سمنه كويسين. الجلاش هيطلع هيتسقي بشربات تقيل سخن، احنا عملنا حلقه عن الشربات، انواع الشربات، ده الشربات التقيل سخن. اوكي، هاجي اقطع الجلاش كده، هقطعه زي التورتايه، ممكن تقطعيه مربعات بس انا بحب اعمله مثلثات زي التورتايه كده. وكل مثلث بقى هقطعه ثلاثه، ما تكبريش الحته علشان ايه ما تبقاش كبيره وتقيله، فالواحد ياخد حته يخلصها بس. زي ما قلنا هيخش الفرن، لو فرنك حامي ما تعليهوش، لازم الجلاج يستوي من جوه. لو انت بتحبيه طري، في ناس بتحب الجلاج طري زي الجلاج التركي كده، هتعملي ايه؟ تحطي عليه شربات سخن وتغطيه، غطيه شويه هيطرى معاكي. او لو مثلا نشف منك الجلاج، جايه تاكليه نشف، تاني يوم لقيتيه نشف، هتعملي ايه؟ هتسخني شربات وهتحطي شويه عليه، حتى لو هو تاني يوم شويه صغيرين عليه وتغطيه. اهي احنا قطعناها، بنقطعها قبل ما ندخلها الفرن عشان لو دخلتها الفرن وقطعتها بعد كده، اوريها لنا من فوق لو سمحت اهي، لو دخلناها الفرن وجينا قطعناها بعد ما تطلع هيتكسر معانا، هيبقى شكل وحش. هي لازم تتقطع من الاول وبعد كده بتخش الفرن، خلاص بتقعد في الفرن حوالي ساعه، ما بتاخدش اكتر من كده. وتالت مره بقول لك، لو فرنك حامي او فرنك يعني الحراره بتاعته اعلى من الطبيعي، خفي الحراره شويه بس ما تخفيهاش قوي، لان برده لو الفرن بارد هينشف معاكي. الفرن لازم يبقى كويس على 180 او 175 بالكتير، وهتسيبيها ساعه لغايه لما تتحمر من فوق ومن تحت، وتضمني ان هي استوت من جوه. هتطلعيها تحطي عليها شربات تقيل سخن، اوكي، وهتبقى تحفه معاكي. هنزوها بايه؟ عايزه اقول لكم على خدعه او تركه نعمل بيها فستق من السوداني. ادي السوداني، هاجي اعمل ايه؟ هاجي اغطسه في ميه، ميه دافيه ونقطه من اللون الاخضر،
خلاص، وبسيبه شويه في الميه دي، يعني بسيبه ساعه زمن في الميه اللي باللون. خلاص، وبعد كده اهو بشيل السوداني ده، احط بعد هو ما يشرب اللون والميه، بجيب السوداني اشيله وافرده على ورق الزبده في صينيه وادخله فرن 10 دقائق، يطلع اضربه في الخلاط اجرشه بالظبط بالظبط كانه فستق اخضر. بصوا بيبقى الوان البني مع الاخضر كانه فستق، هزوق بيه البقلاوه تحفه اهو. يبقى انا بسيبه 10 دقائق ربع ساعه في اللون ياخد لون، وبعد كده اهو السودانيه من جوه بتبقى لسه لونها زي ما هو، فلما بطحنه في الخلاط بعد كده في الاخر هيديني اللونين مع بعض بالظبط، هيديني شكل الفستق. هروح بقى الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.